الله وبركاته. اهلا فيكم قناتنا سته بي اتش تي. هلا عنا خبر كتير حلو كتير. هو انه وصلنا 1000 مشترك. وصدفة انه احنا كملنا 1000 مشترك في شهر ميلادنا انا وحلا اللي هو شهر 7. قررنا نحتفل بهذه المناسبتين حفلة كبيرة كتير. الفيديو هذا هيكون طويل لانه هنوريكم كل تفاصيل الحفلة، وهنوريكم بهذا الفيديو ايش الاشياء اشتريناها للحفلة، هنوريكم كيف الغرفة هنزينها، هنوريكم كيف نعمل كيكة. هلا هنوريكم الاغراض اللي اشتريناها للحفلة. يلا يلا. وهاي هي الاشياء اللي اشتريناها للحفلة. هاي زينة للكيكة، شوكولاتة، M&M's، وشريط للكيكة، وهذا ورق تغليف هدايا، وهذه قنبلة التفجير. وهاي رشاشات، هاي توزيعات اللي هي، وهذا كي عشان 1000 مشترك، وبلونات، وكاس هدايا. ولا تنسوا الفنيات اللي احنا سويناها بالفيديو اللي فات، ما بنفع ان تطبخ خطوتكم بعدين تجاعكم بعدين، احسن ما تطبخوا يعني سووا. هلا المطبخ هذا الشيء رقم واحد حق 1000 مشترك. هل لسه بتنفخ الكيك؟ انا بدي انفخ هذا بس مش عارفه كم تنفخ كيك من نفسه. لا هي افضل من هنا من هنا. لا صح 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 ما في مستحيلة ما في تنفخ هي بتكون زي كذا. وهيك بعد ما نفخنا حرف الكي والواحد انت مشترك. كم ندخل بالليل الثانية؟ هذا شكل الكيكة زي ما طلعت من الفرن. وهنحتاج عشان نزين الكيكة دريم ويب وشوكولاتة وام امز. هنساعد ماما تزيين الكيكة. احنا ماما متحمسين للحفلة وحابين نشارككم بحفلتنا، وبدنا اياها حفلة كبيرة هيك حلوة كتير كتير. فرحة فرحتنا. وهلا عملنا كريمة الدريم ويب، وهنقص الكيكة من النص ونحط عليها مربى الفراولة، ونحط بعدين الدريم ويب، بعدين نزينها نزين الكيكة بالشوكولاتة والشريط. هلا بعد ما قسمنا الكريمة، بعد ما قسمنا الكيكة، هنروح نحط المربى والكريمة والشوكولاتات والتزيين والام ان امز. وهلا حطينا المربى وكريمة الدريم ويب، وهنسكرها بالطبقة الثانية. بعدين هنزين، نحط فوق الكريم، بعدين نزينها بالشوكولاتة والام ان امز والكريم. هاي الام ان امز. هلا سكرنا طبقة الكيكة ونحط عليها الدريم ويب الكريمة الباقي. الباقي. هنزينها. وهذا شكل الكيكة بعد ما غطيناها بالدريم ويب. وهلا
هنفتح الشوكولاتة ونحطها حوالين الكيكة. وهذا شكل الكيكة. قد خلصنا تزيينها حطينا عليها شوكولاتة من أمس وشوكولاتة. هاي كيكتنا الحلوة اللي سويناها. شوفوا زيناها باللفينكا زي ما قلنا لكم كل المكونات حطيناها كله. بس هذا الشكل النهائي مره حلو. واخيرا اجى اليوم اللي هنحتفل فيه بعد مشترك وعيد ميلادي انا وديما وبيسان. وهذا الشكل النهائي للكيكه بعد ما حطينا عليها صوره القناه حقتنا ومكتوب هنا هابي بيرثدي بيسان حلو ديما. التجهيزات والاشياء اللي احنا سويناها في البيت. يلا تعالوا معنا شوفوا. طبعا يلا تعالوا شوفوا هذه الزينه اللي احنا عملناها والاشياء. طبعا هنا كي واحد يعني 1000 مشترك اللي احنا وصلناه في قناتنا. وهابي بيرثدي هابي بيرثدي انا وديما وحل. وطبعا شوفوا احنا ما نسينا البنيات اللي احنا عملناها الفيديو اللي قبل. اللي ما شافوا يشوفوا يحط لايك سبسكرايب والكومنت. اليوم هنلعب بنياتا مع صاحباتنا كتير. هنلعب فزر وطبعا هنا الاكل اللي ساعدنا ماما فيه نلعب فيه. هنا مي وهنا ايس كريم غوار وهنا الهدايا وكاكتنا الحلوة. شوفوا بيكابو. وهذه هي تجهيزاتنا للحفلة واحنا هلأ بانتظار ضيوفنا واصحابنا اللي هيجوا. واخيرا ضيوفنا اجوا. يلا يلا هلا نفتح الباب. هنلعب اليوم مع ضيوفنا اربع العاب وهنتقسم فريقين. فريق سيسترز بي اتش دي وفريق ميكي ماوس. فريق سيسترز بي اتش دي يتكون من هلا ديما فرح. وفريق ميكي ماوس يتكون من ميسان امل ميرا وجود جود عزوز. اللعبة الاولى هتكون اكس او باشراف الكابتن عمر. وفي اللعبة انا هختار اول اشي حلا. هختار امل. الفريق الاول سيستر سبيس دي هيكون بالاكس حلا. الفريق الثاني ميكي ماوس هيكون الاو امل. يلا نبدا. يلا
دي نقطة. ياي يس بس ومجموعة الصبح. يلا هلا تلعب كمان فرح فرح يلا فرح من سيسر زي اتش دي وجود من ميكي ماوس. والان الاكس حيكون سيسترز بي سي فرح والاو جود من فريق ميكي ماوس. يلا نبدا. واضح لفريق سيسترز بي اتش دي. يلا ديما ميرا يلا الآن الإكس لجود ميكي ماوس والأو لديما فريق سيسترز بي اتش دي. ثلاثة الجولة هلا قبل الأخيرة وأنا هختار عزوز. اختار ميسان. الآن عزوز من فريق سيسترز بي اتش دي الإكس وميسان من فريق ميكي ماوس الأو. يلا الفائز بلعبة اكس هو فريق سيسترز بي اتش دي. عندنا انتوا ما بتعرفوا الاكس هو؟ بتعرفوا؟ في اللعبة الأولى فاز فريق سيسترز بي اتش دي في لعبة اكس هو 4-1 على فريق ميكي ماوس، والآن في اللعبة الثانية اللي هي الدينجا، خلينا نشوف مين اللي حيفوز. هلا احنا نلعب لعبة الدينجا او تساعد اختار او فريق الميكي ماوس هي تختار فريق سيستر بي اتش دي هو تساعد اختار. يلا هلا وفرح يلا امل وميسان يلا هلا. اللعبة الثانية هي الدينجا وهختار من فريقي هلا اختار من فريق ميسان. الجولة الأولى فاز فريق ميكي ماوس على فريق سيسترز بي اتش دي. هلات الراوند والان الراوند الثاني فرح وامل يلا عادي فرح يلا انتبه يا فرح فرح تحت 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 يلا يا فرح فرح تقدر الزق تقدر تغيري عادي فرح غيريها صح
هي ما تعرف تطلع من السمكة. انت بتجيبي سندوتش. ايوه هلا دورة من يلا يلا يا عمل عمل يلا فرح فرح انتبهي فرح عندك فرح؟ ايوه 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 لا 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 اوه هلا دور امل امل مش لازم بس من هنا اطلع فوق لا هلا دور فرح عكس 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 يلا فرح 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 لا لا بعد ما تحطيها ارفع ايدك فوق عشان خلاص تعتبر الراوند الثاني يلا ارفع ايدك فوق خلاص يلا دورك يا فرح يلا ارفع ايدك يلا يا فرح فرح يا رب فرح انتبهي لا شيل اللي تحت ديما ديما ابعد ابعد يس ارفع ايدك فوق خلاص يلا دورك امس خلاص انزلي يا عيني خلاص كده دور امس زي عادي شوف زين خلاص ايد واحده ممنوع ايد واحده في ليش ممنوع ايد واحده ممنوع ايدين طيب يلا فرح خلاص يلا فرح 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 اخر واحده فرح تبهي يا فرح يا ايفو 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 مباراة حامية اويا بسرعة اخسري يلا شليه شليه لا حطيها وارفعي لا 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 بالعكس 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 ارفعي فوق رايد فوق لا زلا دور لا 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 أمل يلا الراوند الثاني فاز فريق سوسن سبيت على فريق الفاز فرح بما انه تعادل بين الفريقين لازم نلعب جولة اخيرة واللي هي ضد الرئيس فريق سوسن سبيت ضد فريق ميكي ماوس يلا نبدأ ابدأ بسم الله ابدأ ميزان 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 ميزان
شكرا.
هلا هننتقل للعبة الثالثة وهي رمي الدباديب في السلة. وانا هختار من فريقي ديما. هختار من فريقي ميرا. ميرا ابدأي. على الخط. على الخط. من السلة. ديما يبقى شوي. يلا رمي الثاني. ميرا امسكي. يلا مش قادر مين؟ هنعيد مين اكتر دخل وهنشوف مين الفايز. بالأخير أنا هختار بتال. أنا هختار ميسان. بتال هيبدأ. يلا رمي الأولى. يلا. أوه. أوه.
دخل جوا. عيد كم حبة؟ جاب فريق سيسترز دي 1 2 3 4 5 6 7. يلا فريق سيسترز دي خلينا نشوف ميكي ماوس كم حيجيب. يلا هلا دور فريق ميكي ماوس. يلا ابدا. يلا ابعد يلا ابعد
Happy birthday to you.
وهلا هنلعب الالعاب اللي هنلعبها بكره بالحفله عشان نتدرب عليها وهيك. وهنبدا بلعبه اكس او مع ديما وفرح. انا اول، يلا العب فرح. يلا ايوه فرح. يلا انا هتلعب ضدك. انا لا عشان هي بتلعب. لا انا فزت. هي لعبت. هي فازت خلاص. دوري انا وياك. بعدين عزوز و عزوز لا انا لا عزوز مو انا. يلا واحد. هي سلة لازم نحط الدبديب والسلة. انا
ثاني ثلث ربع ربع هتدخل اوه ما
سنجا هيكون هيبدأ اللعبة بفرح وحالة. نشوف مين هيفوز. يلا أنا أولي. هلا فرح أولي. يلا العب يا فرح. بس خسرت عليك. هلا أنا هشيل. أنا لعبت. أيوة يلا يا حلا. في الدروف حطيها بعدك. يلا بطي انت داري. يلا 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 احنا ما بنعرف مين هيخسر. بس فرح هتلعب ضد اسامه.
يا رب يلا يلا هيطيح.